أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة حديثي في هذا البرنامج عن تميز وتفرد المسيحية ويمكن تسألني ليه اخترت هذا الموضوع أنا عارف أنك بتسأل هذا السؤال خليني أجاوبك على هذا السؤال في الفترة الاخيرة عم بتقابل مع كثير ناس ودائما بسمع العبارة انه يعني كل الاديان بتوصل على السما وفي اديان سماوية الله استخدم كل دين كل واحد او كل نبي برسالة معينة لشعب معين وطبعا يعني بيتكلموا عن المسيحية لكن ايضا بجردوها من الدعامات أو الأساسات القوية للعقيدة المهمة والأساس المهم في المسيحية فعندما أتكلم عن تميز المسيحية أو تفرد المسيحية خليني أوضح أمر كتير كتير مهم في البداية لما نتكلم عن المسيحية طبعا نتكلم عن يسوع المسيح طبعاً في ديانات كثيرة ويمكن أحياناً نسمي المسيحية الديانة المسيحية لكن خليني في البداية أقول أنه أوكي ديانة مسيحية لكن المسيحية هي أكثر من ديانة مزبوط فيها بعض القوانين والفرائض المعينة وأنظمة كنسية معينة بحسب الطوائف أو الطائفة لكن... الشيء الاهم لكل المسيحيه بنتفق عليه انه المسيحيه هي المسيح هو شخص المسيح اذا فهمنا شخصيه يسوع المسيح نفهم المسيحيه وعلى فكره كلمه مسيحيين لم تذكر يعني كثيرا في الكتاب المقدس في مسميات كثيره بسمي الكتاب اهل الايمان او اتباع يسوع الطريق التلاميذ وهكذا مسميات كثيره لكن في سفر اعمال الرسل الاصحاح 11 في ايه 26 اول تعبير لكلمه المسيحيين ذكرت في سوريا سوريا الحبيب في منطقه انطاكيا وبولس وبرنابا كانوا بعلموا لسنة كاملة ومكتوب هناك دعية التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا يمكن في البداية كان هذا التعبير لتمييز المسيحيين عن غير المسيحيين لأن أنطاكيا كانت خليط من الأمم وكانت تعتبر واحدة من أهم المدن الرومانية في في تلك الايام وكانت مهمه جدا كان فيها عده لغات روماني ويوناني وطبعا كان في جاليه يهوديه كبيره اللي كانوا بيتكلموا في لغه الاراميه ومن اصحاح 13 بنشوف انه كان في خلفيات كثيره من سادة وعبيد من اغنياء وفقراء من رجال ونساء من كل مستويات المجتمع كانوا موجودين في انطاكية حتى يميزوا هذا الاسم عن اي مجموعه اخرى فدعوا مسيحيين يعني المسيحيين اللي هي بتضم من كل الشعوب والألسنة والأمم مؤمنين بيسوع المسيح بينما مثلا اليهودية كان في شيعة معينة أو طائفة معينة أو الرومان بيتبعوا آلهة معينة فحتى تميز المسيحيين عن ديانات أخرى الشيء الآخر يمكن هذه الكلمة في البداية أطلقت كنوع من التمييز العنصري وأحيانا كانت تطلق هذه الكلمة للسخرية يعني حتى يسخر منه وهذا بنشوفه في نفس سفر أعمال الرسل لما بولس الرسول وقف أمام فيستوس وفيليكس وبعدين الملك أغرباس الثاني في أعمال الرسل إصحاح 26 فمنشوف أنه كان ردة فعل أغرباس بقول له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا فيعني هو عنده فكرة عن اليهودية وعنده فكرة عن الأحداث في أيامه يعني أنت اللي بتحكي لياته عاوزني أكون من أتباعكم من جماعة المسيحيين لكن على طول بعد هذه الفترة صارت الاسم مصدر للافتخار ومصدر أنه كل مسيحي بيفتخر أنه هو مسيحي لدرجة انه الرسول بطرس بيتكلم عن الاضطهاد الشديد في ايامه ولكن ان كان كمسيحي لا يخجل بل يمجد الله بيتكلم عن الالام بيتكلم عن الاضطهاد اذا بيضطهدوك كمسيحي فليكن هكذا فهذا الاسم يمكن ابتدى في البدايه من سواء سخريه أو للتمييز العنصري أو للتفريق مجموعة عن مجموعات أخر على أي حال نحن مسيحيون نتبع يسوع المسيح وبنعمة الرب هذا ما أريد أن أشاركه في الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى حديث في هذه الحلقة عن تميز وتفرد المسيحية هذا البرنامج بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة وأيضا يمكنك إنه تشاهدنا على الإنترنت وكمان على الفيسبوك لايف بث مباشر على الفيسبوك لربما تكون مشغول في جزء من هذه الحلقة وفيك وانت حامل السمارت فون في اي مكان تشاهدنا وعاوز اقول انه احنا فاتحين طبعا اليوم السكايب وخطوط الهواتف بعد قليل رح تظهر وبحب طبعا يكون اكبر عدد ممكن يتواصلوا معي في هذا الموضوع المهم جدا فاذا بماذا تتفرد المسيحية او ايه اللي بيميز المسيحية عن سائر الاديان أولا أحبائي كل الأديان تتمحور حول تعليم يمكن المؤسس حول عقائد حول فرائض حول طقوس حول شرائع معينة وطقوس وشعائر معينة لكن المسيحية تختلف عن كل الأديان أن المسيحية تتمحور حول شخص والمسيحيه بكل بساطه بتتمحور على شخص من هو يسوع وماذا فعل يسوع المسيح فكل المسيحيين على اختلاف خلفياتهم كلهم متفقون أن المسيحية فعلا بتدور حول شخص وأن كل شخص أو كل مسيحي بحاول أنه يتشبه بهذا الشخص وبتعرفوا كل شخص له يمكن اتباع، اذا بتدرس عن سقراط كان عنده تلاميذ، اذا بتدرس عن مؤسسين اخرين كان عندهم تلاميذ مثلا، لكن يسوع المسيح مش بس كان عنده تلاميذ وفعلا الكل متفق يعني مش تعصبا على فكره، الكل متفق انه تعليم المسيح هو اعظم تعليم والا كيف تفسر العظه على الجبل؟ معجزات المسيح اثبتت انه اعظم من ايليا واليشع واعظم من موسى لانه حي وما زال يصنع المعجزات حتى يومنا هذا كل الديانات الاخرى بتتمحور حول التعليم بتحاول انه الانسان تقود الانسان تحذر او تنذر تقوده الى الله اذا صح التعبير لكن المسيح حي يتفاعل يتواصل حتى وانت بتسمع هذه الحلقة بتشاهد هذا البرنامج المسيح ما زال يتفاعل لأنه حي قام من بين الأموات وهذا بيعطيه الشرعية وبيعطيه المصداقية أن يكون فعلا كما قال كما صرح وكما ادعى أيضا فالمسيحية تتمحور حول يسوع المسيح لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد يعني بقول مع المسيح صلب فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فالمسيح حياتنا كما يقول الكتاب المقدس شيء ثاني كل الاديان مؤسسه على تعليم لكن ما عندها المرجعيه من مخطوطات وكتابات قديمه اللي بتسند رايها وبتسند كتاباتها مثلا يعني أي ديانة أخرى بتتحدى بتقول له أعطيني المخطوطة القديمة المخطوطة الأصلية وخليني أراجع المخطوطات الأصلية بالمخطوطات بحسب القرن اللي الناس كانت عايشة فيه بالمبادئ اللي كانت الناس عايشة فيه في هذاك الوقت فبتلاقي في صعوبة أما المسيحية فهي مؤسسة على حقائق تاريخيه ومش بس هيك على اعلانات الله في الكتاب المقدس طبعا الكتاب المقدس بصير بصير بتسلسل وتناسق وتناغم تام وانسجام كامل فالكتاب المقدس من العهد القديم الى العهد الجديد هي رساله واحده في تسلسل حتى في الظروف التاريخيه مع أنه أكثر من أربعين كاتب بوحي من الروح القدس على عصور وأزمان وأوقات مختلفة في قارات مختلفة على مدار 1600 سنة فبتشوف سفر التكوين بيتكلم عن سفر البدايات بيتكلم كيف العائلة ابتدت وسفر الرؤية بيتكلم عن سفر النهايات وبتقرأ في العهد القديم والكتاب المقدس مش أقل من ألفين نبوة ومعظم هذه النبوات تمت يعني لدرجة تتخيل أن الأنبياء عم بيتنبأوا وكأنه الأحداث عم بتصير أمامهم تنبأوا عن شعوب عن ممالك عن حضارات عن ملوك عن حكام اتنبأوا عن المستقبل اتنبأوا عن مجيء المسيح والعجيب انه هذه النبوات تمت بحذافيرها بتتميم كامل فهذا ان دل على شيء الله هو اله حي هو اله التاريخ وانه كل التاريخ بيتمحور حول اهم موضوع هو موضوع الفداء حول اهم شخصيه هي شخصيه الرب يسوع المسيح له كل المجد. الشيء الجدير بالذكر أحبائي أنه لاحظ اليوم اليوم بتلاقي أنه كل أو كثير من المتشككين والملحدين واللا دينيين خليني أسألك أي كتاب عم بهاجمه رد علي أي كتاب عم بهاجمه الكتاب المقدس ليه طبعا إن هاجمت الإسلام أو هاجمت الرسول العقاب هو الموت لكن ليه كل الناس يعني بتشوف المحطات الرئيسية في شمال أمريكا من سي أن أن وفوكس وكل والديسكفري تشانل كل الإذاعات القوية عالميا لاحظ لما بيعملوا مواضيع بيعملوا دائما شيء بيتمحور حول الكتاب في من تشكك ومن إلحاد ومن أفكار ليه؟ ليه ما خطرش على بالك انه ليه بيهاجموا الكتاب المقدس ما اخترش على بالك ولا مرة انه يسوع اللي بلا خطية الشخص الكامل ليه انه عم بيتكلموا او بيهاجموا او بيشككوا عارفين طبعا المسيحيين مش راح يردوا بالسيف ولا القتل ولا العنف لانه دع الكتاب او دع المسيح يدافع عن نفسه الاسد ليس له له حاجه ان يدافع عن نفسه فاذا الكتاب المؤقت المقدس مؤسس على حقائق تاريخيه مش ممكن ان تضحى تحاول ان يتحضوها لكن كل اكتشاف كل علم كل شيء عم بيثبت صحة الكتاب المقدس نبوات الكتاب المقدس وقيامة يسوع المسيح هو أساس راسخ لا يتزعزع وهذا إن دل على شيء بدل أن إلهنا أو إله المسيحيين هو إله حي شيء ثالث أحبائي المسيحية تتميز أو بتتفرد فيه أنه المسيحية بتقدم أنه العلاقة من خلال أو مع يسوع المسيح بتقدم وعد للخلاص ووعد بالحياة الأبدية وشوف دور لي على أي كتاب في العالم بيوعد أتباعه إذا أنت بتؤمن مثلا في المؤسس لك حياة أبدية في الحاضر لا على النقيد بتشوف الأنبياء أخطأت وعصت وبتثبت عدم كمال الأنبياء وبتثبت عدم كمال الكتب وبتثبت أشياء كثيرة مش بحاجة أتكلم عنها في هذا ال ال الوقت لكن أحبائي ولا أدنى شك أنه ممكن تشك في شخصية يسوع المسيح فالكتاب المقدس يقدم لنا هوية وشخصية يسوع المسيح كمخلص وأن هذا المخلص هو قدم نفسه فدية كفارة وخلاصا للجميع وهذا الكتاب المقدس أسند طبعا شرعيا بسبب قيامة يسوع المسيح من الأموات هذا معناته بيثبت صدق دعوه المسيحيه او المسيح المسيحيه هي الوحيده اللي بتعلم انه الحياه الابديه ممكن الحصول عليها في الزمن الحاضر فاذا انبياء يمكن بتحاول تعلم الناس او تقود الناس الى المعرفه لكن المسيح شخصا جاء واتخذ جسدا وفعلا يعني مش بس قام في عمليه الخلاص والانقاذ من عبوديه الخطيئه ومن الذنوب والعيوب لكنه وعد بالحياه الابديه الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه وهذا الوعد احبائي من خلال العلاقه مع يسوع عاوز اكمل في هذا الموضوع لكن بحب كمان بنفس الوقت اشجعك انه اذا في سؤال عندك او تعليق جهز نفسك لانه فعلا بحب اسمع منك اليوم ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين نواصل حديثنا عن تميز المسيحيه وتفرد هذه الديانه العظيمه. طبعا هذا بقودنا لنقطه رابعه انه الديانه الوحيده المسيحيه هي الديانه الوحيده التي تعلم ان الخلاص هو عطيه طبعا مجانيه من فضلك ركز على الكلام الخلاص هو عطية مجانية من خلال نعمه الله، الله حب الإنسان أنعم على الإنسان، بينما كل الأديان يعني إذا إذا درسنا العهد القديم مثلاً يعني كل الأديان بتحاول عن طريق التقوى وعن طريق البر الذاتي وعن طريق الأعمال وعن طريق الناموس وعن طريق الشرائع لكن النتيجة إنه بتوصلنا كأنه الإنسان أمام مرآة بشوف نفسه، بشوف حقيقة نفسه لكن لا يستطيع أن يخلص نفسه فالمسيحية هي الديانة الوحيدية الوحيدة اللي الله أخذ زمام, زمام المبادرة يعني لما أخطأ آدم وحواء الرب أخذ زمام المبادرة وألبسهما أقمصة من جلد يعني كان في ذبيحة حيوانية ولما عجز الإنسان فعلا عن تخليص نفسه ليه؟ لأنه مطلب الله عظيم يعني الشعياء بقول جميع أعمال برنا كخرقة نجسة يعني حتى الأعمال البر اللي بنعملها في نظر الله نجسة أمامه لأنه مطلب الله مكتوب في حسب آه متى 5-48 كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل والكتاب يقول أيضا كونوا قديسين لأني أنا قدوس والمسيح قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيون لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات طب السؤال إذا الشعب اللي كان عنده الشريعة والكتاب والمواعيد واللي كان عنده النبوات والذبائح والأمور العظيمة اللي الله أعطاهم وحتى يعني أضافوا تقاليد بشرية حتى يحمل القانون حتى يحمل الشريعة ومع كل هذا عجزوا لأن الناموس يظهر عجز الانسان ويظهر خطيه الانسان والناموس يظهر ان الانسان عاجز وان الانسان يحتاج الى مخلص الى يسوع المسيح. يقول الكتاب المقدس بالنعمه انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. فاذا المسيحيه هي الديانه الوحيده التي تقدم الخلاص كعطيه مجانيه بنعمه الله يعني الله اللي اخذ زمام المبادره الانسان عجز حاول والله يعني يعني لا السماء لا يدخلها الشيء نجس فعلى فكره اذا بتعلم ان الامور النجسه على الارض ان تكون كمان بالسماء فانت مخدوع ومزيف واعمى روحيا لانه مش ممكن يعني السماء غير طاهره امام الله وعينا الرب اطهر من ان تنظرا الشر، هل يعقل اذا بقول كن كامل كن قدوس اذ الجميع اخطاوا وعوزهم مجد الله، يعني شو الخطيه؟ اخطاء الهدف، يعني حتى لو اشي بسيط في نظر الله بتكون جريمه يعني كبيره لانها خطيه امام الله القدوس الغير محدود، من اجل هذا الخلاص هو مبادرة إلهية تجاه الإنسان شيء رابع أو شيء خامس المسيحية ما هو ما فيش شيء اسمه ديانات عند الرب هي ديانة واحدة في العالم يا أنت بتتبع يسوع المسيح أو أنت بترفض يسوع المسيح الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه اي يسوع المسيح الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمه صائرا اعظم من الملائكه بمقدار ما ورث اسما افضل منهم فهل يعقل بعد ما انه المسيح يجي الكامل القدوس البار لم يفعل خطيه وهو كمال الاعلان وهو كمال الكمال وكمال الجمال وجمال الكمال ايعقل انه الله يرسل نبي او رسول مع كل احترامي بعد هذه الشخصيه العظيمه والا كل انسان راح يوجه نظره لله يسأله ليه طب شو الشيء الناقص؟ شو اللي الذي ال... 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 لا يعمل؟ شخصية يسوع المسيح كاملة. أنا أجيت للمسيح أحبائي لأنه شخصية المسيح حازمة حاسمة ولا مرة تردد ولا مرة تعثر ولا مرة قال أعطوني مهلة بس بكره برجع لك في الجواب. لم يعتذر، لم يستسمح، لم يستغفر ربه، لم يعني كان واضح بكلامه أه شفافية أه وضوح ما أي يعني شيء مخبأ كل يعني شخصيته هويته واضحة أيعقل بعد الإعلان الكامل الله يتعامل معنا بأي شيء أقل من يسوع المسيح ولو تعامل معنا أقل من يسوع المسيح هو كلمة الله أيعقل أن يكون أي شخص مين يعني أبدأ مين الأهم في الموضوع كلمة الله ولا أي رسول آخر فاذا فكر في هذا الموضوع، الله ما عندوش ديانتين عنده ديانه واحده يا انت في المسيح او خارج عن ديانه المسيح، شيء اخر. المسيحيه طبعا ما هو عشان تكون ديانه هي من اصل الهي من اساس الهي من تاسيس الهي لانه اذا بتنظر لطبيعه الله ولصفات الله مقارنه مع الانسان فهي ضد طبيعه الانسان طبيعه الانسان المليانه بالكبرياء الاماره في السوء الطبيعه الخطاء التي تخطئ الطبيعه اللي مش ممكن تعمل شيء صالح من ذاتها فهذا الاساس وهذا طبعا الجذور هو من اصل الهي والا بتكون مثلها مثل الاديان الاخرى اسمع ما يقول الرسول بطرس لانكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح لاحظ الكلام معروفا قبل تاسيس العالم يعني قبل ما يخلق ادم، قبل ما يخطئ الانسان، قبل قبل ما يجي المسيح، قبل اي شيء الله كان من محبته من قلبه من طبيعته عم برتب هذا الفداء العظيم بقول الرسول بولس الى اهل افسس اختارنا فيه قبل تاسيس العالم يعني مختار انت من قبل تاسيس هذا العالم فاذا الانسان او الديانه ديانه الانسان دائما مبنيه على الكبراء على التعصب مبنيه على العظمه على القوة على محبة الذات لكن المسيحية تختلف عن سائر الأديان بتقول أنه أنا محتاج إلى مخلص وبتجرد الإنسان يعني حرب المسيحي هو مع الذات قبل ما تكون أي حرب أخرى مصارعتنا ومحاربتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات مشان هيك المسيح ما عندوش عدو من أجل هذا أحبائي المسيحية هي من أصل إلهي شيء آخر من الاستحالة تحقيق مطالب الله والوصول إلى الله أو إرضاء الله عن طريق بر الذاتي فقط بيسوع المسيح كيف أرضي الله كيف أصل إلى الله طب بلاش خلينا بالأمور كيف أصلي إلى الله كيف ممكن أصلي والله يتفاعل ويستجيب طلباتي ويستجيب صلواتي شيء اخر المسيحيه تقدم لنا شيء عظيم جدا اعلان بيختلف عن اي ديان اخرى المسيحيه هي فعلا ديانه وحدانيه تؤمن ان الله واحد لا شريك له ولا مثيل له فمش ممكن تشرك مع الله اي اله اخر لكن المسيحيه تقدم الله بشكل متميز بشكل فريد تقدم لنا الله المثلث الأقانيم أنها وحدانية جامعة وليس وحدانية مجردة أو أجردة تجرد الله من صفات كثيرة ومن طبيعة مثل المحبة مثلا إذا الله محبة ومتى صار الله محبة بعد ما خلق الإنسان أما طبيعة الله المحبة وإذا كانت طبيعة الله من كان يحب قبل خلق الانسان في اسئله هذه الوحدانيه الجامعه يمكن اذا ما استطعنا نفهمها بالعقل شويه التراب اللي موجوده في هالمخ كيف فينا نصل يعني لفهم الى الذات الالهيه الى العمق الالهي الى الطبيعه الالهيه طبعا استحاله احبائي نفهم الا من خلال ما اعلنوا لنا الكتاب المقدس فطبيعته ليست مجرده فهذه الوحدانيه الاب الابن الروح القدس واحد في الجوهر الله قائم في ذاته ناطق بكلمته والكلمه صار جسدا في ملء الزمان في احشاء القديسه مريم العذراء وهو حي بروحه فهل عندما نقول هذه المواصفات نحن نشرك بالله من السهل انك تهاجم المسيحية لانك ما بتفهم شو بتعني المسيحية من انك تبحث وتصلي صلاة مخلصة الى الله ان الرب يعلن لك هذا الاعلان العظيم فالمسيحية تعلن ان الله محبة لا توجد اي ديانة ممكن تتكلم عن هذا الموضوع بطريقة الك... مثل ما بيتكلم عنه الكتاب المقدس الله روح الله قريب من الذين يطلبونه. الله يتواصل يتفاعل هو اله شخصي مش بعيد عن الانسان. مثلث الاقانيم احبائي لانه فعلا حتى يقوم بعمليه الفداء. الله بيرسل الابن، الابن ينجز عمل الفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، المسيح كلمه الله اتخذ جسد في ملء الزمان حتى يقوم في عملية الفداء الروح القدس ختم على هذا الفداء فإذا هذا هو عمل الوحدانية الجامعة فأنا بصلي فعلا أن هذه الإعلانات تكون حقيقة في حياتك وأنك تبتدي تطلب وترجع للرب سأعود بعد هذا الفاصل عاوز أتكلم عن أهم نقطة في هذا الموضوع وبعدها أبتدي أخذ اتصالات ففيك تتواصل عن طريق السكايب عن طريق الهاتف الهواتف مفتوحه الان ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل ماذا تتميز المسيحية عن سائر الأديان؟ أحبائي المسيحية هي ديانة انتقائية بما معنى؟ يمكن تفهم أكثر يمكن البعض يفهم أكثر الكلمة في الإنجليزي إكسكلوسيف بما معنى؟ ليس المقصود أن المسيحية لجماعة معينة فقط أو لخلفية معينة لا لكن المسيحية تقدم الإنجيل بدون أي مسايرة بدون أي مساومة بدون أي تهادن أو تنازل على حساب الحق الكتابي المسيحية تقدم الإنجيل والحقائق مثل ما هي بغض النظر يعني بدون مسايرة كبر لدماغك شوية يعني إحنا في العصر الواحد وعشرين كبر لمخك شوية لا مجال لأي تزييف في المسيحية في غلاطيا الإصحاح الأول آية تسعة مكتوب إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أنثيمة يعني مقطوع محروم بكلمات أخرى يكون ملعون حتى في وسط الاضطهاد لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه يبغضني أنا لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة مكتوب تعرفون الحق والحق يحرر تعرف أحبائي ليه الناس بتبغض يسوع بكل بساطة لأنه هو المقياس للنور والحق وكل الكمال فالنتيجة أنه يعني بحال ما بتنظر ليسوع كل الأعمال الشريرة مثلا إذا أنت بتبتدي تقارن المسيح بأي شخصية مثلا على طول أي ديانة أي تسقط أمام كمال يسوع المسيح، هذا طبعاً الكل متفق عليه أنا بتكلم هذا الكلام اللي هو من الملحدين يمكن بيختلفوا عن وجود الله لا يؤمنون بوجود الله هذا موضوع ثاني، لكن الكل بيتفق على هوية شخصية يسوع المسيح، بالنسبة إلي يمكن أقرب واحد من خلال دراساتي اللي علم يعني تعليم أدبي أو أخلاقي هو سقراط ومات من اجل رسالته لكن اين سقراط من المسيح لكن انبياء اخرون لما بتدرس شخصيه النبي حياته شو عمل كيف تصرف امام المواقف كيف رد ردود الفعل امام امور معينه اين الانبياء من يسوع المسيح يعني اصلا مع كل احترام عيب انه اقارن اي شخصيه اخرى بيسوع المسيح له كل المجد. ما فيش هيك حقيقه اللي بتكون خارجه عن يعني الحق إميت في العبري الثيا سال بيلاطس ما هو الحق؟ اصطدم بيسوع المسيح. ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ اصطدم بيسوع المسيح. ارنا الطريق وكفانا اصطدم في يسوع المسيح. هذا يعني الحق مش للجميع الحق دائما يمكن يكون غير ذات الحق لازم أنا كمان أختبره في حياتي فإذا ليه المسيحية يعني بالتركيز متميزة عن أي شيء آخر خلينا نقول لك المسيحية متميزة في كتابها في مخلصها في شخصها اللي هو يسوع المسيح وطبعا في خلاصها يعني الكتاب يسوع والخلاص ثلاث اشياء تتميز فيها المسيحيه هاي باختصار يعني من الاخر بجيبها انه ما فيش اي ديانه اخرى ممكن تشبهها بيسوع المسيح ولاحظ اله المسيحيه الله اللي بيتكلم عنه في الكتاب المقدس اعلن انه هو الاله الحقيقي وحده وكل الانبياء الاخرين مزيفين الهه كذبه المسيحيه تقدم ان الكتاب المقدس هو كتاب الله واعلان الله الوحيد الكامل النهائي الذي لا اعلان بعد هذا الاعلان. والكتاب والمسيحيه تقدم الطريق الكتابي لطريق الخلاص الذي يؤمن بالابن له حياه والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله، فالكتاب واضح. في شخصيه الله ما فيش اله اخر سوى الله ما فيش كتاب اخر الا الكتاب المقدس ما فيش طريق كتابي لطريق الخلاص الا يسوع المسيح بغض النظر كم صالح كم بار كم متدين كم مخلص بالدعاءاتك فقط بالايمان بيسوع المسيح لاحظ الكتاب يقول وليس باحد غيره الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. قال يسوع المسيح ويجيب على كل هذه التساؤلات سواء الفلاسفه او حتى في يومنا. انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا به. انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص. ويخرج ويدخل ويخرج ويجد مرعى لاحظ أن الكلام بيتكلم عن شخصية يسوع المسيح النهائية مفيش يعني هذه التصريحات أنه هو الطريق الوحيد أنه هو الباب الوحيد أنه هو الخلاص الوحيد هو طبعا الإعلان الكامل النهائي لا يوجد أي إعلان بعد هذا الإعلان فالسؤال بختام هذا الحديث بعد هذه التصريحات في حل من اثنين يا انه المسيح بيكون صادق يا انه بيكون كاذب لا يوجد يعني شيء اسمه حل وسط وان قلنا كاذب عندما تقرا الاناجيل وبتدرس حياه يسوع المسيح وسيره يسوع تنبهر امام هذه الشخصيه الفريده المتميزه هذا الشخصية اللي ولد ولادة عذراوية، ولد من عذراء اللي عاش حياة بلا خطية اللي تمت فيه نبوات العهد القديم اللي هو الاله الكامل والانسان الكامل في اتحاد كامل وهو الوحيد الذي ولد، يعني النبوات وكل اللي بتتكلم انه مش بس تجسد كلمة الله اتخذ جسد لكن عشان يقدم خلاص موت بديل عنك وعني وهو أيضا الوحيد الذي قام من الأموات وهو حي إلى الآن فأكيد راح توافق معي مش ممكن يكون هاي الشخصية كاذبة فأكيد منيجي للحل آخر إذا كان هو صادق أنت أمام مسؤولية إما أن تؤمن به أو ترفضه لكن تعمل ليش نبي ولا تعمل ليها ديانة مع سائر الأديان لأن المسيحية هي حياة هي علاقة اتصال بإله حي. خليني اخذ المكالمة الأولى من كندا الأخ جورج. أهلا وسهلا أخ جورج أنت معنا على الهواء سلام الرب يسوع أخي نزار. والرب يكون معك. أنا بشكرك على هذا الموضوع الشيق، الموضوع الهام والموضوع الأساسي في المسيحية. أولاً باختصار بس جزئي المسيحية كما قلت تماما لم تاتيك الديانات اولا ليس الديانه هي علاقه شخصيه مباشره مع الرب الشيء الثاني المسيحيه مميزه بوجود بنزول الرب يسوع بتجسد الاله في الرب يسوع ومجيئه مباشرة كما قال قال الرسول رأيناه وسمعناه ولمسناه الشيء الثاني مجيء المسيح لم يأتي فقط مجيء أي مجيء كان هناك نبوءات كثيرة النبوات النبوءات الكثيرة التي كانت في العهد القديم أكثر من 300 نبوءة والنبوءات كلها تحققت اللي اللي مجال يكون يعني مثل ما قلنا في السابق أنه صعب جدا يتحقق الشيء الثاني ولادته وقيامته أنه أقام نفسه وولد بالروح القدس في مريم العذراء التي التي الي.. اللي.. 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 كانت عذراء مثل ما يقول ال.. الكتاب وجاء منها وصلب و.. و.. وبعد وب.. التبشير وصلب ومات الشيء اللي يريد اميزه في المسيحيه في نزار انه الرب يسوع اختصر المسيحيه في أو.. وصيتين قال تحب الرب الهك بكل قلبك وتحب قلبك نفسك المحبه والمحبه التي لا يعلى عليها شيء، المحبه التي لا تتكبر، المحبه التي لا تحسد، المحبه التي لا لا تطعن في الدار، المحبه التي تسير معك اميالا، المحبه التي تضحي هو المحبه استطيع ان اختصر المسيحيه انها المحبه ليس هذا فقط ولكن صنعت بيد الرب يسوع بيد الاله الذي كون البشريه ليس كاله نؤمن به انه في الفضاء انه في الكون انه طاقه انه, إنه شيء لا انه الاله الخالق للكون باجمعه فانا بدي اقول انه المسيحيه في شيء ثاني اخي نزار ليس كل من ولد في بيت المسيحي فهو مسيحي المسيحيه المسيح الى الجميع الى جميع البشريه مم. بدون اي تمييز والشيء الفرق الوحيد اللي فيه عندنا كويسة في عندنا كويس اخي نزار ما عندنا اي تعصب نحن مم. في حال الانسان الذي لا يريد ان يكون مسيحيا أنا يشت... يكملون حياتهم كثيرون مثلا فعلوا أيوة. آه وتقلدوا بديانات اخرى لم يفعل اي شيء لهم، لم لا ليس كل من يرتد على الدين لم يفعل هذا المحبه فوق كل شيء نعم. ونحن نحب اعدائنا سنة. أشكرك آه. شكرا كثير يا اخ و... جورج رسالتك وصلت وصلت واضحه جدا كان معنا جورج من من كندا طبعا لما نقول مسيحيه احنا بنتكلم عن علاقه حيه على فكره الفرصه مفتوحه اي شخص بحب يتواصل على السكايب وعلى رقم الهاتف الموجود امامك الفرصه مفتوحة يمكن أنت غير متفق معي لكن إذا عندك فكر تاني بحب أسمع فكرك إذا هذا الموضوع الفرصة مفتوحة أنك تسأل أو تعلق في هذا الوقت لكن في آيات اللي هي تعتبر مخيفة يعني بيتكلم يسوع المسيح أنهم سيأتون من المشارق ومن المغارب يتكئون في حضن إبراهيم أما بنو الملكوت فلهم ايش؟ الظلمه الخارجيه يعني، لا اعرفكم، شوف ما اصعب هذه الدينونه، وليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات. في بدايه حديثي مره ثانيه بحب اكد مره اخرى، لما بتكلم عن المسيحيه انا ابتديت على كيف انه ابتدت الاسم يدعونا مسيحيين، لكن ما بنفصل هذا الاسم عن المسيح، فالمسيحيه هي كلمه مصغره عن المسيح اتباع المسيح مصغره من المسيح يعني اللي بيشهدوا عن يسوع لانه المسيحيه فعلا مش تتمحور حول فرائض او شرائع لكن تتمحور حول شخص القادر على كل شيء يستطيع ان يبرر يستطيع ان يحرر يستطيع ان يغفر يستطيع ان يتواصل هو حي بيتواصل معنا وعاوز يكون في علاقة معنا فهي علاقة حية تواصل حي تواصل مباشر أن الرب مش بعيد الرب قريب من كل الذين يدعونه إذا حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم فالمسيحية طبعا مهمة جدا بتقدم هاي الناحية لكن من ناحية تانية مش عم بتساير في أي ديان أخرى ولا بتتنازل عن هويتها ولا بتتنازل عن تعليمها للأسف اليوم حتى رجال دين مسيحيين كتير محتاجين نعرف هذه المعلومات هنا مش بنتكلم عن المحبة احنا منحب كل الناس ومنحب كل الشعوب وفي جيراننا وأحبائنا في الشرق الأوسط واللي حوالي منحبهم لكن هذا لا يلغي انه في لا في فرق في اختلاف فمثلا المسيحيه بتقدم الله الواحد مثلث الاقانيم المسيحيه بتقدم بتتكلم عن لاهوت المسيح المسيح بتتكلم عن الفداء عن التبني عن الاختيار المسيحيه بتقدم انه المسيح مات على الصليب والمسيح بت... والمسيحيه بتقدم انه المسيح قام من الاموات فهل اتنازل عن هذه الحقائق الاساسيه المهمه في المسيحيه حتى اساير؟ لا انا بحب كل الناس وبحب كل اخوتي وحتى اللي ما بيتفق معي بس انا صدقني يعني اي شخص حاب احكي لك قلبي على فكره بتسالني ليش اخترت الموضوع انا بكون اكبر مجرم بكون اكبر مزيف اذا عم بقدم لك مسيحيه باسيف هيك يعني بطريقه عشوائيه انه كلياتنا واحد وكلنا بنحب الله طبعا انا بتكلمش عن توجه الانسان والله كل إنسان مخلص الله بيشوف كل قلب والله بحاسب كل إنسان أنا مش ديان ولا أنه في وظيفة أقول مين بروح على السماء أو بروحش على السماء أنا اللي بحكيه هو يعني إيش الكتاب قدم هذه الحقائق عن يسوع المسيح بس بالحقيقة أنا بكون فعلا مجرم إذا ما قلت لك أنه فعلا الله بحبك فعلا المسيح مات من أجلك فعلا المسيح عاوز يخلصك من الخطية من العار من الزل من القيود من الشيطان من الخطية بكون أكبر مجرم إذا ما بقول لك أنه المسيح عاوزك أنك تكون في علاقة حية شخصية بكون أكبر مجرم إذا يوم من الأيام وقفنا أمام الرب الديان وبتطلع علي كان أنا عندي الفرصة أنه أخبرك وما خبرتك مشان هيك أنا بتكلم عن يسوع المسيح بكل محبة بدون إهانة لكن من ناحية ثانية بكل سلطان هذا ما يقدمه الكتاب المقدس يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص يسوع المسيح هو المخلص الوحيد هو الطريقة اللي الله اختارها كلمة الله متميز يعني لما بتقارن شخصيته في أي أنبياء على طول يعني حس بسيطة جيب كتاب أو كتاب آخر. ابتدي فكر كيف هذا النبي ولد؟ كيف المسيح ولد؟ مين عائلة هذا النبي؟ مين عائلته؟ طيب كيف حياة هذا النبي؟ كيف حياة يسوع المسيح؟ شو تعاليم هذا النبي؟ شو تعاليم يسوع المسيح؟ هل النبي هذا قدم أي معجزة، أي سلطان إلهي أمام الناس؟ ولا ممكن يدافع عن نفسه بالكلام أو بالسيف أو بالحرب بينما كيف تصرف مثلا يسوع من خلال الكتاب المقدس كيف انتهت حياة هذا النبي هل انتهت حياة يسوع المسيح هل قام بخلاص بفداء بإنقاذ الإنسان يسوع قام بعملية الإنقاذ هل هذا النبي حي لا ميت والناس بتزور قبره لهذا اليوم المسيح حي اه بزوروا قبره لكن قبر فارغ ليس هو ها هنا لكنه قام حي الى ابد الابدين فلما بتيجي بتقارن طب هل النبي عم بيشفع شفيع المسيح هو الشفيع هل النبي مقرب الى الله يعني يعني هل هو رسول ولا مثلا ابن او كلمه؟ يعني فكر بالكلمات التي تطلق والالقاب على كل شخصيه من خلال هذه الالقاب تستطيع ان تستشف تستنبط انه لا تستطيع ان تقارن يسوع المسيح، اه سقراط كان عنده تعاليم اخلاقيه وفعلا دفع الثمن بسبب اخلاقياته لكن أين أخلاقيات سقراط أو أفلاطون من يسوع المسيح دول يعني يعتبروا من أعظم المعلمين في العالم في بعض مبادئ حلوة في البودية لكن أين هذه المبادئ من يسوع المسيح خلينا نكون صريحين يعني أدرس التعليم أدرس المعجزات أدرس الهوية الشخص نفسه الشخصية أدرس حياته رسالته دعوته نهايته سيرته آه، عمله طب المسيح حي المسيح دعا أتباعه أن يذهبوا ويكرزوا بالإنجيل وبعدين من آمن واعتمد خلاص وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه يعني حي ما زالت الكنيسة بتعمل بتكمل عمل يسوع المسيح على الأرض من الكرازة من الخلاص من عمل الخير من إخراج الشياطين من تحرير الناس من الشياطين من العبودية من شفاء الأمراض يعني ما زالت الاكستنشن الامتداد لمعجزات المسيح بتتم لأن المسيح حي يتواصل يتفاعل حتى يومنا هذا لكن بصراحة أين النبي وين موجود هل أستطيع أن أقول أنه في قلبي في حياتي هل عنده قوة يغيرني؟ طب إذا بدي أغيرني هل هو المثال اللي يغيرني؟ اللي أتبعه؟ أنتم عارفين المثل كل إنسان بيتبع القائد بتاعه فالقائد بتاعي هو يسوع المسيح اللي قال أحب أعداءكم القائد بتاعي قال لا تدينوا لكي لا تدانوا القائد بتاعي علمني القانون الذهبي أنه ما أعملش بالناس أي شيء إذا ما بحبش أنه يتعامل فيه القائد تبع ما تقتلش انت تتكلم بالرساله اذا رفضوك هم رفضوني اذا قبلوك هم قبلوني لكن ما فيش داعي تحط سكين على اي رقبه حتى الانسان يؤمن طب انا اذا بكون خايف انا امنت وبعدين ومصيري وحياتي الابديه وين اروح على جهنم عشان اقول اسايرك انه امنت طبعا لا فالموضوع في غايه الاهميه اذا فهمنا المسيحيه او اذا فهمنا المسيح فهمنا المسيحيه فانا بدعوك بدون اي تحيز بدعوك اليوم انك تسمع هاي الحلقه مره ثانيه تشوفها على الفيسبوك على السايت وترجع تشوف هاي النقاط اللي ذكرتها باختصار شديد وقارنها بكلمه الله بالكتاب المقدس وعندما تقرا هذه النقاط قارنها بكتابك أو في أي مبدأ آخر وارجع تواصل معي عن طريق الفيسبوك، الإيميل، بأي وسيلة من فضلك تواصل معي حتى نعرف إذا فعلا في أي تقارب في أي يعني تشابه، إذا حتى في أي شيء. يسوع المسيح هو الشخص الكامل. يسوع المسيح هو الحي إلى أبد الآبدين. يسوع المسيح هو المخلص يسوع المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة فإذا أنت تخيل واحد بيقول عن نفسه أنا هو الطريق أنا الحق أنا الحياة أنا النور أنا القيامة أنا الكرمة أنا الباب أنا الراعي الصالح فإما فعلا بكون أنا مثل ما ادعى هذه الصفات الإلهية لأنه نفس الكلمات موجودة عن الله في العهد القديم أو أنه بيكون مخادع أو كاذب وعم بيخضع أتباع لكن بما أنه المسيحية غيرت ملايين ومليارات من الناس وأنه فعلا المسيح ما زال يعمل قديش بفرح لما بكون في خدمات بيجوا بيكلموني الرب يسوع ظهر لي في حلم أنا بغار منهم يا ريت نفسي أنا أشوف المسيح أو أعلن نفسه برؤية أو اختبروا معجزة معجزة الشفاء أو تعامل خاص وعلى فكرة بما أنه قلت هذا الموضوع بحب أشجعكم الأربعة القادم يمكن كثير منكم شاف شهادة كاثرين من بيت لحم رح تكون معاي بث مباشر الأسبوع القادم على السكايب وراح تحكي عن اختبارها وعن شو صار معها، واذا انت بتحب توجه لها سؤال خلال الحلقه راح يكون يعني ترد على الكثيرين، باختصار هذه الاخت ما زالت ممتلئه من مرض السرطان لكنها مليانه بحب يسوع، مليانه بقدره يسوع، وانا بحبك انك تشاهد هذه الحلقه بث مباشر الاسبوع القادم واذا في عندك اسئله فيك تبعتها على الفيسبوك فيك تبعتها حتى من قبل حتى نتناولها في الحديث طبعا في في الحلقه القادمه في الختام اخوتي واخواتي عاوز اقول شيء مهم انه مره ثانيه انه انا بكون غير مخلص بكون مجرم في حق الله بكون غير امين معك انه اذا انا بتكلم معك في حقائق مسيحيه بحاول اساير فيك انا بحبك وممكن نكون اصدقاء وممكن نتقابل وممكن وممكن لكن ما يعلم الكتاب المقدس اما فعلا بتكون في المسيح او رافض ليسوع المسيح لكن يسوع المسيح يدعوك الان قال يسوع ها انا ذا واقف على الباب واقرع ان فتح ان فتح احد الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي هو بيطرق على باب قلبك وباب حياتك هاي رسالة كانت لكنيسة اللاوديكيين اللي وصل فيها الوضع للأسف إنه الرب كان خارج الباب لكن أنا بصلي اليوم أنك تفتح الباب قال يسوع أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص فتعال إلى يسوع المسيح ليه؟ لأنه فعلا بحبك خليني أسألك هل في اي نبي قال انا احبك بصراحه هل في اي نبي مات من اجلك قال انا بدي اجي عشان انا اموت من اجلك مش انت تموت عشاني انا بدي اموت علشانك اليوم الناس في داعش وكل هاي عم بموتوا من اجل طبعا تعليم يعني لا يتفق مع الكتاب المقدس لكن المسيح أحبك إلى الدرجة قال ليس أحد ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي هل في أي شخص قال لك بحبك هل في واحد مات من أجلك ضحى بحياته عشانك العمل إنك تقبل هذه المحبة الموجهة لك يقول الكتاب لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص المشكلة أحبائي مشكلتك مشكلتي هي الخطية الخطية اللي بتحجز الخطية اللي بتفصل والخطية اللي بتمنعنا أن نفوت على السماء ويكون لنا حياة أبدية لكن المسيح الله دبر هذا الفداء المسيح أخذ مكانك أخذ عقابك، أخذ قصاصك. وهي عطية الله المجانية اللي بتقدمها المسيحية، عطية من الله موجهة لإلك، إنك تيجي ليسوع المسيح. ولما بتيجي ليسوع بتعترف بخطيتك بتقول له سامحني أنا بدعوك إلى حياتي وبتوجك رب على قلبي، الرب بيجي لحياتك وفعلاً بيكتب اسمك في سفر الحياة. اطلب الرب وبحب أسمع منك.